السر اولا مرتبط بماذا؟ مرتبط بقيمه اخلاقيه عظيمه اللي هي الامانه. سر معناتها انا اتمنتك باش قلت لك السر. اذا علماءنا يقول لك انه كشف السر هو خيانه للامانه. خيانه الامانه. شر الناس يوم القيامه عند الله سبحانه وتعالى الرجل يفضي الى زوجته بسر ويخرج السر تاعها، او تفضي اليه وتخرج السر تاعه. من شر الناس يوم القيامه، ومن اعظم الاعمال، هي من اعظم الاعمال ومن شر الاعمال، وشر الناس يكونوا يوم القيامه. ثم انها امانه، وحنا نعرف انه الامانه بي او المجالس باماناتها، هذا اللي تربينا عليه. ثم انه ايه المنافق 3 من بينها اذا اتمنى خان، اذا حنولي في خانه المنافقين.